بعد استقالة الأمير نواف بن فيصل من رئاسة الاتحاد المحلي، إلى أين تتجه كرة القدم السعودية؟ السواد يكسو صحافة السعودية بعد خروج الأخضر من السباق المونديالي. الأمير فيصل بن تركي يؤكد عبر كورة شرفي ولاعب النصر القدامى يحتاجون إلى 3 متاجر لدعوتهم، وأنا لم أحقق إنجازات لأضع صورتي في المتجر. الهلال يخضع لاعبيه الدوليين لفحوصات مكثفة وبرودوم يبعدهم عن التدريبات، ورئيس الرائد يؤكد أحقية الرائديين بالمطالبة برواتبهم. أنتم تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية في موعدكم الثابت 11:30، والذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. نبدأ كما اعتدتم بأخبار الشوط. أحدث قرار الاستقالة الجماعية التي تقدم بها الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة الأمير نواف بن فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقا، ردود فعل إعلامية واسعة النطاق على الصعيد الرياضي، حيث تصدر خبر حل اتحاد الكرة بعد خروج المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من دائرة المنافسة على بلوغ مونديال البرازيل 2014، معظم أخبار وسائل الإعلام المتنوعة على نطاق واسع وسط نقاشات متفاوتة عن المرحلة التي وصلت إليها الكرة السعودية. افتتح الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر مساء اليوم متجر ناديه بحضور عدد من النصراويين، فيما تم بدء نشاط المتجر في عملية البيع من بعد صلاة العشاء. من جهة أخرى، أشاد مدرب فريق النصر ماتورانا بانضباطية لاعبي فريقه والتزامهم الجيد وبكل دقة ببرنامج ومواعيد الفريق طوال أيام المعسكر، وكذلك بما قدمه جميع اللاعبين من عطاء في التدريبات اليومية التي كانت على فترتين صباحية ومسائية، وما أظهروه من مستوى وانضباط تكتيكي في المباريات الودية الأربع. جاء ذلك في حديث لماتورانا مع اللاعبين في التدريب الأخير للفريق بالدوحة والذي جرى صباح اليوم، وأوضح أنهم سيواصلون جميعا العمل في الفترة المقبلة من أجل أن يظهر النصر بالصورة التي ترضي الجماهير وتظهر مدى فائدته من المعسكر وانعكاسه على أداء الفريق. وكان الفريق قد عاد مساء اليوم إلى الرياض، حيث وصل إلى مطار الملك خالد الدولي عند 6:00 مساء، وتقرر منح اللاعبين الراحة يوم غد الجمعة على أن يعاود الفريق تدريباته مساء السبت. ينتظر أن يخضع الجهاز الطبي لفريق الهلال الأول لكرة القدم لاعبي الفريق الدوليين لفحوصات مكثفة، وبخاصة الذين شاركوا في المباريات مع المنتخبين السعودي والمغربي، من أجل التأكد من سلامتهم ومدى جاهزيتهم للمشاركة مع الفريق دون الحاجة إلى أي فترات علاجية. ومن المقرر أن ينتظم اللاعبون الدوليون في التدريبات الهلالية خلال حصة السبت بعد أن يخضع الفريق غدا للراحة. وكان فريق الهلال قد واصل تدريباته اليوم الخميس على فترتين صباحية ومسائية، حيث ركز مدرب الفريق إيفان هاسيك خلال المران الصباحي الذي أقيم على ملعب الأمير سلمان بن عبد العزيز بالنادي على النواحي التكتيكية، قبل أن يختتم المران بمناورة على منتصف الملعب، فيما تركز مران المساء في صالة الحديد بالنادي بتواجد جميع اللاعبين باستثناء الدوليين في الوقت الذي واصل فيه نواف العابد وعبد العزيز الدوسري ومبارك البيشي برامجهم العلاجية. فضل الجهاز الفني لفريق الشباب الأول لكرة القدم بقيادة البلجيكي ميشيل برودوم إراحة لاعبي فريقه الدوليين ومنحهم إجازة لمدة 2 يوم، نظرا للإرهاق الذي سيتعرضون له جراء المدة الطويلة لرحلة الطيران بين المملكة وأستراليا، على أن ينضموا إلى تدريبات الفريق يوم الأحد المقبل. وعلى صعيد التحضيرات اليومية، اضطر الجهاز الفني للفريق الشبابي على استبدال مباراته الودية المقررة يوم غد أمام الرائد بمناورة مع الفريق الأولمبي عند 6:30 على استاد الأمير خالد بن سلطان بالنادي، وذلك بعد اعتذار الرائد عن أداء المباراة الودية. أكد فهد المطوع رئيس نادي الرائد عدم ممانعته لمطالبة لاعبي فريقه الأول لكرة القدم بصرف رواتبهم المتأخرة والبالغة 2 فقط، وقال في تصريح خاص لبرنامج كورة أنه من حق اللاعبين المطالبة بمستحقاتهم المتأخرة،
وهذا حق من حقوقهم، وبين أنه ليس ضد هذا الأمر إطلاقا، بل ضد أن يرفض اللاعبين أداء التدريبات بسبب تأخر راتبين، وبين أن جميع الأندية السعودية تشتكي من التأخير، وبعضها يصل تأخر صرف الرواتب إلى 5 أشهر. وأكد المطوع أن لاعبي الرائد أدوا الحصة التدريبية بشكل اعتيادي بعد أن شعروا أنهم استعجلوا وندموا على رفض أداء التدريبات أمس، موضحا أن الأكثرية كانوا يرغبون في أداء الحصة إلا أنهم لم يرغبوا في الانشقاق عن المجموعة، وأشار إلى أن جميع الأمور حلت بشكل اعتيادي. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا في بداية الحلقة نرحب بضيفينا، معنا الأستاذ عبد العزيز الهدلق رئيس القسم الرياضي بصحيفة الجزيرة. مساء الخير أبو ريان. أهلا وسهلا، مساء الخير أستاذ. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم على الدعوة. سلمان العنقري، بس بقول سلمان ما راح أقول أكثر من كذا، أحد المتخصصين بالأرقام وتفاصيل الأرقام ومسؤول التحرير في جول أونلاين. مساء الخير سلمان. أهلا وسهلا فيك أخوي تركي، حيك حي المشاهدين والمستمعين الكرام. أهلا وسهلا فيكم. قبل ما نبدأ الحديث خلينا نقول محاورنا مواضيع، يعني احنا في برنامج كورة نادر جدا جدا وفي حدود ضيقة نعطي رأي، نادر يعني، ودائما يعني نحاول ما نعطي رأي يكون في الغالب، احيانا في الغالب تكون في مواضيع غير رياضية، يعني ما يكون في موضوع نبغى نطرح قضية او وجهة نظر في شيء صار يهم الشباب ويهمنا، لكن اليوم نبغى نقول وجهة نظرنا برنامج كورة في اللي صاير في المنتخب السعودي وفي الكرة السعودية، وأعتقد حقنا هذا كمواطنين وكإعلاميين. أنا أقول الحمد لله أنه أمس أنا ما كنت في الحلقة، أحمد الله سبحانه وتعالى أنه أنا يعني بسبب تواجدي خارج المملكة أنه ما كنت في حلقة الأمس، لأنه اللي صار من الغضب والحزن والألم والزعل كان ممكن يخلي أي أحد في مكاني ممكن بسبب الانفعال يفقد المهنية أو تفلت أدوات الحوار الموضوعي بسبب الزعل، تفلت منه أدوات المهنية. فلقيت الحمد لله أنه ما كنت في حلقة الأمس، واليوم أنا موجود بعد ما رحل الموضوع أكثر من 24 ساعة. اللي صاير في الكرة السعودية بحسب وجهة نظر برنامج كورة أنه في الثمانينات والتسعينات كان كل الناس تعرف تشكيلة المنتخب وتعرف أسماء اللاعبين وتعرف من في الملعب، وما كنا نعرف في اتحاد القدم إلا الأمير فيصل بن فهد الله يرحمه ودها، ما كنا نعرف إلا هذولي. صح. كرة كانت ماشية ممتازة والإنجازات تتلاحق. الآن صرنا نعرف اللجان واحد واحد وما نعرف من تشكيلة المنتخب. اهتمينا بالأمور الإدارية والشكلية والتنظيمية واللي هي مهمة، ما نقول ما هي مهمة، حلو الاهتمام فيها، بس إنه ما عاد اهتمينا بالملعب، كرة القدم في الملعب. ضبطونا أمور 11 لاعب ناخذ إنجازات. في مشكلة في ال 11 لاعب في الملعب، لو تسوي كل لوائح الدنيا وكل أنظمة الدنيا وترضي كل الأندية وتحط القوانين اللي تخلي هذا مبسوط وهذا مبسوط، ما حد سوي شيء. 2011-2012 الوضع في الكرة السعودية محزن. هذا فيما يخص وجهة نظرنا. في رسالة نبغى نوجهها من باب المسؤولية ومن باب أنه كلمة حق لازم نقولها. كرة القدم هي وسيلة الترفيه الأولى أو المتنفس الأول، ما راح أقول الوحيد لكن خلينا أقول الأولى عند الشباب السعودي اللي هم أكثر من 50% من سكان هالبلد. النتائج اللي قاعدة تتردى وعدم النظرة لكرة القدم على أنها من الأولويات والنظر لها على أنها من الثانويات راح يخلي الشباب يفقد أهم يعني اهتمامه بكرة القدم. والشباب اللي عندهم كرة القدم مادة ترفيهية الأولى إذا فقد الاهتمام فيها راح يبحث عن بدائل، والبدائل كل واحدة أسوأ من الثانية، وفي متربصين ينتظرون هالشباب يتفرغون. بدائل الرياضة العالمية والله مشكلة. أنا أقول الحراك الداخلي يجب أنه ينظر لكرة القدم على أنها شيء مهم، لازم يصرف على كرة القدم. ما ينفع اللي ينصرف في الثمانينات والتسعينات، اللي حوالينا ما كانوا يصرفون ولا ربع اللي نصرف، الآن صاروا يتجوزون بكثير ومحتاجين صرف أكثر على كرة القدم السعودية. راح نبدأ الحديث عن هذا الموضوع، هذه وجهة نظرنا وهذه رسالتنا اللي وجهناها، يتفق معها ناس كثير يختلف معها ناس كثير، هذه وجهة نظرنا اللي احنا نعرفها. كرة القدم في الملعب يجب التركيز على العمل داخل الملعب.